أما بهوليوود ففي خبر محزن سيطر على أخبار المواقع والصحافة، وهو وفاة ستانلي الكوميك بوك ليجند عن عمر 95، واللي نعرف بعد ما ابتكر مارفل يونيفرس، وبسببه شفنا أهم السوبر هيروز مثل سبايدر مان، بلاك بانثر، ثور، ايرون مان، ذا هالك وشخصيات كثير تانية. وغير هالشخصيات مريم ستان كان بيك فورس بالإندستري، وفي عام 2009 اشترت شركة ديزني مارفل انترتينمنت بقيمة 4 مليار دولار. وبالرغم من هيك ما وقف يظهر على مدار سنين بمعظم أفلام مارفل بظهور خاص، حتى وهو بعمر التسعينات ولا مرة فكر أنه يتقاعد. وعلى فكرة هو كمان شخصية جدا معروفة ومشهورة، مثل الشخصيات اللي قدمها واللي سيطرت على البوكس أوفيس وحققت مليارات الدولارات على مدى سنوات طويلة. وطبعا كثير من النجوم نعوا ستان وعبروا عن حزنهم بخسارته، وتصدر الترند بأكثر من 1.59 مليون تويت. واليوم كل الاهتمام عم بيكون للتحضير للجنازة يلي أكيد رح تكون من الأضخم بتاريخ هوليوود. Stanley was truly a giant of the entertainment world of the last 100 years. أكيد ما حدا رح ينساه، وكثير رح نفتقده ورح نفتقد الارت اللي عنده اياه بالكوميك بوكس وبالافلام. فمع انه تفاصيل الجنازه بعد ما تم الاعلان عنها، الا انه محبي ستانلي بداوا بنشر فيديوهات تصوريه للمراسم استخدموا فيها مشاهد من افلام مارفل بيظهروا فيها الممثلين وهم بحاله حزن كبير. وهم كانوا عبروا على السوشيال ميديا عن تأثرهم برحيل ستانلي اللي كانت تجمع فيهم علاقة كتير قوية، خاصة أنه كان السبب وراء نجاح لكتير منهم. على روبرت داوني جونيور على انستغرام انه ستانلي غير له حياته المهنيه، يعني بفضل حدا مثل ستانلي هو ابتدى بشخصيه ايرون مان يلي اطلقت حياته المهنيه، وكل نجاحه بهوليوود ناس مثل هيو جاكمان، بول راد، الكل، يعني انه مين من البيج ستارز ما اشتغل مع ستانلي، وكلهم اكيد رح يشتاقوا له. والجمهور كمان رح يفتقدوا بشكل كبير، لأنه هو اللي عرفهم على الشخصيات المميزة اللي تعلقوا فيها لسنوات طويلة واللي كانوا بيتشوقوا ليشوفوها بالأفلام. وأصبح أيقونة بالسينما، هو يلي ابتكر كل الشخصيات المشهورة جدا بعالم مارفل من إكس مان لسبايدر مان لأنت مان. Describe how wonderful that feels and how grateful that makes me feel. لكن الخبر الجيد هو انه راح نضل نشوفه بالكاميوز اللي عود الكل عليها بالبلوك باسترز. They've been filming small cameos of him in every single Marvel movie since they started making them, and they've been doing them all at once, so I do think they probably still have some in the movies to come. So many more stories to tell. Oh, guys. Oh gee. It's only natural that every movie be a hit. Despite my cameos. ومش بس هيك، فكمان متوقع أنه تقدم مارفل أبطال جديدة من الكاركترز الكتيرة اللي ابتكرها. I do think that we're always going to be seeing the small characters that people didn't realize could be global sensations continue to pop up. Each new movie that comes out and the way they do them, and they have such a lot to choose from. It'll never end. It's wonderful. فأي سوبر هيرو رح يعمل حالة خاصة عند الناس. يلي ميز المارفل موفيز انه هن بلوك باسترز مع مضمون، مع شخصيات الناس بيحبوها، بيحبوا يتابعوا مسيرتها، بيحبوا الباك ستوري لها. المثل الاكبر هالسنه هو بلاك بانثر يلي اكيد يعني يمكن يترشح لجائزه اوسكار هالسنه. You get to decide what kind of king you are going to be. ومن وقت انتشار خبر وفاة ستانلي الكل بيتساءل عن تأثير هالشي على مستقبل أفلام مارفل. He was really the public face of Marvel, but he hasn't had much creative input for a long, long time. He didn't actually own the rights to any of these characters. Really, it's Marvel that's always had the rights to all these characters, so they're going to be fine without him. للأسف خسارة كبيرة للسينما الأمريكية، لكن ستان ترك بصمة كبيرة بتاريخ السينما الحديث.